السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنحل نموذج الوزارة الأول 2020. Number one. Yesterday at 5 past 7, my application to the company website. يعني حدد لي وقت كده في الماضي، يبقى الكلام ده past continuous. يبقى هنا الإجابة was uploading. يبقى تاني number one was uploading. Okay. ادي السؤال الاولاني، اما يكون عندي محدد وقت في الماضي يبقى الكلام ده باست كونتينوس، يبقى هنا الاجابه واز ابلودينج. نمبر 2، ان كيس اوف، في حاله emergency، في حاله الطوارئ، يو كان يوز ذا ليفت اكزيت، يبقى هنا emergency معناها طوارئ. نمبر 3، هي انف ماني هي وود باي ا نيو كار، لو معاه فلوس كان اشترى a new car، عربية جديدة. هتبقى هنا دي هتبقى had he enough money. had he enough money يعني لو كان معاه. الإجابة رقم دي، ونخلي بالنا نمبر 3 ديت ملغية، أنا عامل لك عليها إكس في نموذج الإجابة اهي، واللي عايز الملف ده بي دي اف يتواصل معايا. نمبر 4، some elderly people، بعض الناس الكبار، need special care، رعاية خاصة، while their families are at work، وأسرهم في العمل. thus وهكذا they go to a day care center. داي كير سنتر يعني مركز رعاية. داي كير سنتر رقم C. نمبر 5، you had better make up your mind، يعني تقرر أو تحدد، on A you need to buy، on what you need to buy. what هنا معناها ما تريد أن تشتريه. نمبر 6، recently Egypt has its latest satellite Egypt sat A، يبقى launched، مصر أطلقت، اللي هي رقم D. Number 7, look for your pencil in the drawer، بص على القلم بتاعك في الدرج، it a be there next to the ruler، هتلاقي اكيد هيكون هناك، هتبقى must، والجملة دي معناها اكيد، والجملة دي من ضمن الملغي. اهو number 7 اهي، المفروض كنا نعمل عليه هنا x كده، خلي بالك number 7 اللي هو ده grammar unit 15. Number 8, to protect the environment، لكي تحمي البيئة، it's a must، ضروري to ban، تمنع كربون دايوكسيد emissions اللي هي رقم A، emissions اللي هي انبعاث او انطلاق into the atmosphere رقم A. Number 9، it's planned that money to help homeless children. plan دي من الكلمات الدالة على going to، يبقى is going to collect رقم B. Number 10، my grandfather was a strong A in the importance of girls education، هو مؤمن بتعليم البنات. كلمة مؤمن يعني believer رقم B. My mother has me، في قاعدة بتقول has وبعد كده شخص وبعد كده infinitive، يبقى has me do، يبقى الإجابة رقم A. ده grammar unit 9 لو عايز ترجع له. Number 12، sometimes noise leads to losing، الضوضاء بتؤدي إلى فقدان التركيز، concentration on our work، concentration معناها تركيز رقم C. In the last two hours، في آخر ساعتين، خلي بالنا أنا حطيت لك خط على دي في موديل الأنسر. In the last two hours، إن دي يعتبر من الكلمات الدالة على ال present perfect. I have revised my lessons. لو كانت last من غير كلمة in the كان يبقى simple، لكن in the last two hours يعتبر دي كلمة دالة على ال present perfect. Number 14، it's difficult to fight germs، صعب إنك تحارب الجراثيم. As they are invisible. Invisible يعني غير مرئي. The doctor advised Sally، نصح سالي the pills 3 times a day، نصحها أنها تاخد الأقراص. Advised ماضي، يبقى أنا عايز ماضي، الوحيدة اللي ماضي هنا would take رقم B. عفوا لا أنا آسف sorry، the doctor advised Sally to take the pills. تعال نشوف كده في النموذج اللي كمان عملها إيه، بس هي ان شاء الله تو، ذا دكتور ادفايز سالي تو تيك، لان كان اصلها فعل امر، تيك ذا بيلز، يبقى اهي زي ما انا عاملها كده اهي تو تيك. تمام، اللي بعديها، يو وود بي ان ا جيل، كلمه جيل يعني ريح شديد، اف ذا ويذر واز فيري، طبعا ريح يبقى الجو ويندي يعني عاصف. بعد كده ذا مين ديش واز جود ذات، ده جرامر يونت 6 لو انت عايز ترجع له، سو صفه ذات، so good that she ordered another one، الإجابة رقم A. Number 18، the new employee، الموظف الجديد، knows that getting promoted، الترقية
quickly بسرعة تعتمد على العمل الجاد، فكلمة تعتمد على اللي هي depends on رقم D. I stopped the book to answer the phone. Stop أنا وقفت قراية الكتاب عشان أرد على التليفون، يبقى stopped reading. Stop ing يعني يوقف أو يمنع، فأنا وقفت القراية عشان أرد على التليفون reading. An efficient teacher المدرس الكفء doesn't silence the students لا يصمت الطلاب ولكن disciplines them ولكن ينظمهم رقم B. I wish ده من الملغي. I wish the stamina اللي هي العزيمة to go on a diet، يبقى طبعا ده ملغي بس هنا بتمنى يكون عندي عزيمة، التمني في المضارع تحول لماضي، يبقى I had the stamina to go on a diet in the two days to come، يبقى رقم B بس ده ملغي من جزء الملغي التايون 17. He thought of all the alternatives to solve the problem، يبقى بيفكر في available alternatives البدائل المتاحة رقم C. Of the 20 applicants من العشرين المتقدم الوظيفة for the job had studied abroad درسوا في الخارج، هقول كلا من يبقى each of، خلي بالنا مفيش حاجة اسمها every of، وبوث عايزة اتنين ودول اكتر من اتنين هتبقى each of، ده grammar unit كام؟ unit 5. One of the advantages واحد من مزايا of العمل الايه is that you can decide تقرر ايه الشغل اللي انت تشتغله، يبقى ده الشغل الحر اللي هي freelance. What would you have done دي قاعدة if ملغية بس دي قاعدة الحالة التالتة if had BB would have VB. If you had been asked يعني مش لو انت سألت، لو انت اتسألت، يبقى ده قاعدة if التالتة والمبني للمجهول، يبقى الإجابة رقم D. They really played well the whole match but unfortunately لسوء الحظ it was in vain بلا جدوى. أني واحدة من دول بقى اللي هي رقم C. My flat is tidy الشقة بتاعتي مرتبة. I bother myself أضايق نفسي to get it clean today أو أزعج نفسي إن أنا أنظفها النهاردة، يبقى I needn't يبقى أنا مش محتاج، الإجابة رقم A. People seek out professions الناس بتسعى الى الوظائف، الوظائف الايه؟ خلي بالنا هنا ان في اجابتين صح واستحاله جمله دي اجابها في الامتحان، respectable و respected. respectable معناها المهنه ديت مرتبها كويس، مهنه مرموقه، و respected يعني المهنه ديت ذات انجازات. ماشي؟ طيب انا مع الراي اللي هو بتاع respectable ان انا الناس كلها بتدور على المهنه اللي هي مرتبها كويس اللي هي respectable profession، مع العلم ان respected صح ومعناها ان المهنة ديت ذات انجازات، يبقى دي لو جت في الامتحان استحالة يجيب الاتنين رقم B و D لان الاتنين يعتبروا صح، فلو عملتها B على اساس ان دي كده مهن ذات مرتب كويس او مرموقة، لو عملتها respected على اساس ان هي المهنة ديت ذات انجازات، فالاتنين صح والجملة دي استحالة يجيبها في الامتحان. where to prison اين ده كده لازم بعد أداة الاستفهام فعل مساعد، يبقى where the thieves taken to أين تم أخذ اللصوص، to prison قال له إلى السجن. تمام؟ طيب عندي هنا في ديت بدأ بفعل مساعد اللي هي رقم D بس دي مش باسيف، فأنا عايز الباسيف، يبقى الإجابة رقم B أين أخذ اللصوص. My youngest son ابني الصغير enjoy بيقعدها ing كلهم ing بيحب يألف، كلمة يألف اسمها make up يبقى making up stories. بعد كده القطعة بيقول لي هنا did you know هل تعلم you can help protect the planet أنك تستطيع أن تحمي الكوكب. don't waste لا تضيع the things you don't want by الأشياء التي لا تريدها by throwing them away بأنك بترميهم. local green companies شركات النظافة المحلية can make those old posters and magazines into recycled paper تعملهم ورق معيد تصنيعه and they can transform ويقدروا يحولوا your old mobile phone into a new one إلى تليفون جديد. you and your family can help too تقدروا تساعد انت وأسرتك collect those t-shirts and jeans that are too small صغيرين for you and give them يبقى them دي تقصد التيشيرتس and jeans هيسأل عليها to
to a charity إلى جمعية خيرية. When you drink from plastic bottles, you won't help the planet. لو شربت من إزازة بلاستيك أنت لا تساعد الكوكب. It looks harmless. يبدو أنها عديمة الضرر. ولكن plastic is a material that is difficult to recycle. صعبة في إعادة التدوير. And if you eat a snack, لو أكلت وجبة سريعة, make sure it comes in just one bag or box. إنها تكون جاية في شنطة واحدة. A lot of modern food products have many packaging. كتير فيها أدوات تغليف كثيرة. And it's a waste. وهذا مضيعة أو مضيع أو مفسد. Why not drink fruit juice? نشرب عصير فواكه from a glass bottle and make a sandwich. Glass is easy to recycle. الزجاج سهل في إعادة التدوير. And a homemade sandwich. A homemade sandwich, سندويتش البيتي, is better for you and for the environment. وأفضل للبيئة. When you go shopping, think before you buy. فكر قبل أن تشتري. Remember, we don't need to use the world's resources to look cool. مش محتاجين نستخدم مصادر العالم كلها لكي نبدو على خير يعني. If you only buy the things that are really necessary, لو تشتري الحاجات الضرورية فقط, you will help save the planet. هتساعد في الحفاظ على الكوكب and your money, وعلى أموالك في نفس الوقت. Don't have a bath, ما تاخدش بانيو يعني انك تملى البانيو بالمية. Have a shower, لكن خد دش اللي هو الدش السريع. When you have a bath, you use approximately تقريبا 90 liters of water, but only 30 liters when you have a shower. طبعا يبقى الشاور بيوفر كتير, بيوفر 60. Water is one of our most important natural resources, اهم مواردنا الطبيعية. And you can help save it, تقدر تساعد في الحفاظ عليها. Will our planet survive? هل سوف ينجو كوكبنا؟ Well, if we all help, it will help have a better chance. لو كلنا ساعدنا يكون في فرصة أفضل. Why don't you start saving the planet? لماذا لا تبدأ في الحفاظ على الكوكب at home, في منزلك هذا المساء؟ السؤال الأول, local green companies, شركات النظافة المحلية, مالها؟ Work with old paper and mobile phones. يعني تاخد منك الورق القديم والتليفونات القديمة. Number 32, plastic bottles are البلاستيك, الزجاجات البلاستيك قلنا دي ضارة بالبيئة, bad for the environment. A lot of food products, منتجات الأغذية, come in, بتأتي في lots of bags and boxes. بقول لك عشان هو كده كان بيديك نصيحة انك تطلبها في شنطة واحدة بس. If you have a bath, لو أخدت بانيو, you will waste water, هتضيع مية كتير. The planet will survive, الكوكب سوف يتم إنقاذه لو everybody participates in saving it, كل شخص يشارك في الحفاظ عليه. Which of the following sentences is not true, أني واحدة من هؤلاء ليست صحيحة. اللي مش صحيحة في الأربعة دول, modern food products help the planet, المنتجات الغذائية الحديثة بتساعد الكوكب, غلط لأنها بتيجي في أو أكياس كتير أو علب كتير. بعد كده أسئلة المقالية. What is the main idea, الفكرة الرئيسية للقطعة protecting the planet, الحفاظ على الكوكب. كلمة زي ما تقصد إيه, T-shirts and jeans. عايز كلمات بسوي الكلمات دي, nearly بسوي approximately تقريبا, وgather اللي هي يجمع بسوي كلمة collect. بعد كده What do you think, إيه رأيك, would happen, يحصل, if we don't start saving the planet, لو ما بدأناش نحافظ على الكوكب. How we will destroy the planet, هندمر الكوكب. And the temperature will rise, درجة الحرارة هترتفع. And some of the ice, بعض التلج, will melt, سوف يذوب. And some countries will disappear, وبعض البلاد سوف تختفي. بعد كده نيجي للقصة بتاعة زندا. السؤال الأول, بيقول هنا راسندل, regardless يعني بغض النظر عن, روز opinion, رأي روز. رودولف راسندل has, عنده ايه, هقوله ان هو او has, دي فعل مساعد ما يترجمش, has studied hard and learned a lot, رقم C. Why couldn't Michael tell the truth, مايكل ما يقدرش يقول الحقيقة ليه. He didn't have, ما عندوش دليل, لأ, لانه لازم يعترف بخطف الملك. He would admit kidnapping the king, يعترف بخطف الملك, رقم B. 43, What did Rosendale ask Flavia to do, طلب منها ايه لو هو مرجعش, انها تبقى الملكة.
يبقى to be a queen for him رقم D. Who had the keys؟ مين مع المفاتيح بتاعة الباب بتاع القلعة؟ هتبقى دي جوتيه، لأن هو دوت أول واحد فتح وراسندل قتله بره. دي جوتيه رقم A. بعد كده لو أنت مكان راسندل تخاطر بحياتك عشان خاطر روتانيا؟ هقول له ممكن أخاطر بحياتي yes to save the king from Michael أو to save the عفوا to save the king ينقذ الملك from Michael. تمام. What did that mean؟ يقصد ايه؟ If you disappear، لو انت اختفيت اللعبة اختفت، يقصد ان if Rassendel disappeared Michael would be the king and the king would be killed and the game would be over. لعبة تمثيل الملك هي اللي تنتهي. Even the weak، حتى الضعيف ممكن يعمل اشياء شجاعة. اشرح في ضوء اللي شرحته من القصة ديت ملغية في شابتر 8، بس هو الضعيف اللي عمل حركة شجاعة كان الدكتور. The doctor stopped Michael stopped Richard from killing the king، بس ده ملغي. طبعا الإجابات بتاعتهم اهيت، بس أنا بحبش أظهر الإجابات وأنا بحل، بحيث إن لو حد عايز يوقف الصورة ويحلها. تمام كده. الديالوج، تعال نشوف الديالوج اللي مش محلول. بيقول هنا إيه؟ بيقول كاشير هم في مطعم. Hello, may I take your order؟ هيقول له yes I want a sandwich، أنا غشيتها من تحت. قال له sure، would you like the combo deal or just the sandwich؟ هيقول له the combo deal، لأن تحت بيقول له كده combo لو sandwich معاه حاجة ساقعة وكده، يبقى هنا اللي بعدها دي هيقول the combo deal. أدي في الإجابة هيت لو عايز تشوفها. Would you like ثواني عشان ده سؤال، هيقول له how much is the combo، بكام الكومبو؟ قال له combo is 20 pounds it comes with big man medium fries and a drink. I will take the combo، لان تحت بيقول له انت عايز تشرب ايه معايا. فبعد كده what drink would you like، ايه المشروب اللي انت عايزه؟ قال له cook please. سؤال، قال له no that will be all، يبقى يقول له حاجه ثانيه anything else. قال له in or out، هتاكل هنا ولا بره؟ قال له out please، لان قال له 20 جنيه وتفضل الوجبه بتاعتك اهي. بعد كده الترجمة، Online distance learning is a method of instruction which connects learners with educational resources. إن التعلم عن بعد عبر الإنترنت هو طريقة تعليمات تربط المتعلم بالمصادر التعليمية. الترجمة الثانية، The state اللي هي الدولة strives تسعى أو تناضل to improve life conditions لتحسن ظروف الحياة for its citizens للمواطنين في المجالات المختلفة. أتاح بنك المعرفة المصري الحصول على معلومات من مصادر علمية موثوقة. The Egyptian Knowledge Bank has made getting information from trusted scientific resources available. أنا شقلبت الجملة بس عشان أطلع الجرامر بتاعها صح. لا يمكن لأحد أن يهزمك أو يعرقل نجاحك طالما تتسلح بالعلم والأمل. No one can defeat or obstacle your success as long as and طالما you are armed with مسلح ب science and hope. وده كده إجابة الامتحان التجريبي بتاع الوزارة. ان شاء الله لو عايز النسخة اللي انا حللها ديت بي دي اف، ممكن تتواصل معايا اوديها لك ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، ان شاء الله اللي جاي النموذج التاني، وبعدين نرجع لتكملة ذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.